Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Moi ça va bien, notre prof de français, Carole. Vous êtes prêts? Moi je suis prête. Allah sert de manière. Madame, j'avais très mal à la dent. Et je suis allée chez le dentiste. Quand il a ausculté mes dents, ثلاث مرات واهم شيء من بعد الاكل علمني انه لازم فرش كتير منيح سناني مي دون je dois me brosser les dents après les repas يعني من بعد ما اكل فما يبقى بقايا اكل على سناني وقال لي لازم تستعملي بروس ادون الفرشايه واللي هي كتير مهمه بتساعد لتشيل الاوساخ بس كمان لازم نستعمل دنتيفريس وهيدي الكلمه انا علمتكم إياها بالحلقة الماضية. دنتيفريس يعني معجون أسنان. تعرفوا إنه هو معجون يعني دو لا بات. من هيك منقلها دو لا بات دنتيفريس. شوفوا لي بات لأنه هي هيك على شكل معجون. يعني هو مش سائل مثل العجينة. أكيد أنتم كلكم بتفرشوا أسنانكم. حتى البيبي الصغير لما بيطلع عنده أون سال دان ببلش يفرشوا له إياها. وريحة الدنتيفريس ريحة كتير طيبة عادة بيكون ريحة النعنع بيعطي كتير انتعاش للنفس بخلينا نوع على الصبح ومن بعد ما ناكل أكيد كمان بخلينا نرجع نحس إنه صار فينا نرجع ما نحكي مع الناس ونحس إنه سنين نضاف والسنين هيك بيضل لونهم كتير حلو دونك دانتيفريس ودان ودانتيست وبغس أدان كلها كلمات بسمع فيها دان وكلمات بتشبه كلمة دان علمتكم بالحلقة الماضية انه بنقول لهم لي مو دو لا ميم فامي يعني هن كلمات من نفس العيلة بيشبهوا بعضهم وفيهم شوي من نفس السنس يعني من نفس المعنى بس الأهم انه نحن حلقتنا اليوم عن شو أقول لكم أي صون أي فونام كمان لو فونام أن بهيدي الحلقة كمان رح نتعلم لو فونام أن بس رح نشوف الأن يلي بنكتبها بهيدي الحلقة عطول بس بنكتب أو أن ولا فينا نكتب كمان أ أم شو أقولكم؟ نحنا فينا نكتب أن إي أن وفينا نكتب أن إي أم بأي حالة منكتب إي أم بس نحط بي أو بي من بعدها برافو إذن نفس القاعدة لا ميم ريغل بس يكون عندي أن كمان أ أن إذا عندي وراها من بعدها بي أو بي بكتب أ أم وبسمع أن وهيدا رح يكون محور حلقتنا لليوم بس بالبداية أكيد أنا رح أذكركم بشكل الأم أو أم مع بعضهم بسمع أن ورح أذكركم بكل الأحرف أكيد كلكم ناطرين لهيدي الأغنية لألفابي فرنسي خلونا نسمعها سوا Forme l'alphabet, le sais-tu, le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet, le sais-tu? Les lettres, oui, les connais-tu? A, avion, B, bateau, C, cochon, D, comme D, E, éléphant, F, comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt. Z comme zèbre. من بعد ما سمعنا الالفابي فرنسي هلا صار وقت نشوف كيف نكتب ان او ان او ام اكيد كثار منكم تعلموا كثير منيح كلمات بالحلقات الماضيه يلي كتبنا فيهم ان او ان انا بس رح اذكركم شوفوا او ان مثل اي كلمات يونا
Enveloppe. Bravo يلي قالوا envelope. Enveloppe. يعني الظرف. Je mets la lettre dans l'enveloppe. طيب مين بدي يعطيني كلمة تانية؟ Une dent. Bravo. السن. Une dent. وفي كلمة أنا فرجيتكم إياها ببداية الحلقة. فرجيتكم دنتيفريس. بس ما كتبناها. شو رأيكم نكتب هلا على الكاييه؟ يلا رح نكتب de la pâte dentifrice. Du dentifrice. Du dent. كأنه عم بكتب dent. تي فريس. دنتيفريس تنكتب بالأخير avec C. لأنه أنا بالحلقات الماضية قلت لكم إنه لليتر C مرات بسمع ك ومرات بسمع س. بهيدي الكلمة du dentifrice بسمع س. du dentifrice. إذا envelope, dent, dentifrice هن كلمات بسمع فيهم أن. أن أ أن. بس حلقتنا لليوم هي عن أن أ أم. ومثل ما افتتحت الحلقة وقلت لكم نفس القاعدة مثل الغاج الماضية. أ أم بكتبها بس يكون عندي من بعدها أو بي أو بي. برافو. بي أو بيان بي. هلأ رح أعلمكم كلمة واحدة تتضمن لفونيم أن وهي وراها في لاليتر بي. شوفوا لا لا تان بيراتور. كلمة طويلة بس منا صعبة أبدا لأنه أنتوا بتعرفوا كل الأحرف اللي فيها. تان بي. ليش قلت إيه؟ لأنه عندي أ avec accent aigu. très bien. لا تان بي را تو ر. تي أم. أم ensemble. بسمع فيها أن. تي أم. P, E, accent aigu. R, A, T, U, R, E. Le E à la fin, je ne le prononce pas trop. Je vais vous dire mieux. La température. La température, c'est la température. La température est la chaleur. Mais je vais prendre la température. Je prends la température. C'est 20 degrés. 30 degrés. 37 degrés. تعرفوا انه حرارة الانسان هي 37 دوغري. هيك بنكتب 37 وهيك بنعمل اشارة الدوغري. 37 دوغري سلسيوس. 37 دوغري يعني ليكون الانسان بصحة جيدة لازم يكون حرارته 37 دوغري. من إلا لا تمبيراتور. إذا طلعت تسمعوا الماما عم تقول يي في عنده حرارة. في عنده حرارة يعني حرارته طلعت. هلا اون فرونسي بديكم تنتبهوا كتير منيح. الكلمة ذاتها بنستعملها للحرارة يلي بناخدها. وإذا عنده حرارة يعني محرور. اون فرونسي بنقول إلى دو لا فيفغ. تذكرتوها هالكلمة؟ تعلمناها بأغنية. أغنية جو سوي مالاد. قلت جو سوي مالاد جي دو لا فيفغ. يعني أنا عندي حرارة محرور. حرارتي عالية. اون فرونسي بدنا نميزهم. La température هي الحرارة. حرارة الغرفة. حرارة الماء. حرارة الإنسان. أما إذا كنت محرور بقول جي دو لا فيفغ. فيفغ هيك بكتب فيفغ. فيفغ بقول جي دو لا فيفغ. جي دو لا فيفغ لما بيكون عندي أكثر من 37 38 39 أو 40 دوغري. أنا بدي إياكم تركزوا بكل اللي قلته هلا على كلمة تمبيراتور. تمبيراتور هي كلمة بتتضمن لفونيم أن وبكتبوا أ أم لأنه جي لا لتر بي أبخي. تمبيراتور يعني حرارة. وتذكروا هي حرارة الغرفة أو الماء أو حرارة الإنسان. دونك اليوم بحلقتنا رح نشوف عدد من الكلمات بتتضمن لفونيم أن أ أم ورح نشوف كلمات تانية كمان تتضمن لفونيم EN. هيك بيكون عندكم عدد كبير. بدي اياكم من بعد ما نتوقف بهالفقرة تحضروا الدفتر كتير منيح لأنه رح نتوجه على الإكران ورح نشوف هيدي الكلمات. وحضروا الورقة والقلم
بس هلأ رح أترككم ترتاحوا مع أغنية بتحبوها كتير وأنا كمان بحبها. Je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. On est de retour, nos amis. رجعنا وهلا نحن قدام الاكران. حضرتو الدفتر والقلم, لو كايي و لو كريون. هلا صار وقت انه نكتب كلمات جديد. ركزوا معي كثير منيح وتذكروا انه حلقتنا عن الفونيم ان او ام. اول كلمه شايفينها بدنا نجرب نلفظها. بدي اعطيكم شويه وقت تركزوا عليها منيح وتجربوا انتم تقولوها. عندي لا لتر تي او ام انصامبل. شو بلفظهم؟ ان. بس انا ليه كتبت او ام؟ لانه جي لا لتر بي. اون تان بيت. اون تان بيت. بدي اذكركم بالاو افيك اكسان سيركونفلكس, يعني شابو لصغير. علمتكم بالحلقات الماضيه انه بنسمعوا ايه مثل الاكسان غراف. اون تامبيت. شو شايفين بالصوره؟ شو اقولكم يعني اون تامبيت؟ تامبيت مش يعني رياح. رياح سي لو فان. تامبيت مش يعني تمطر. تمطر سي لا بلوي. il pleut. لا بلوي المطر. لا تامبيت هي العاصفه. نحن مثل ما شايفين هيدي البنت واقفه بالعاصفه, بس يكون بذات الوقت في هواء وفي شتاء وفي كتير سقعه, بنقول c'est une tempête, العاصفه. en hiver, une tempête, في فصل الشتاء. لكن بدي ركز كتير منيح على هالكلمه une tempête. بدي اذكركم كتبنا em لانه j'ai la lettre p. une tempête, العاصفه. هلا اون تامبيت بنقول لها عاصفة. إذا بدي أقول العاصفة بقول لا تامبيت. On peut continuer? Je vais continuer. On passe au deuxième mot. Une pente. La pente هو هيدا المنحدر يلي شايفينه. Une pente. Pente هي كلمة فيها EN. EN سوا بسمعون أن. Une pente. منحدر. Une pente. J'entends pas à la fin, je n'entends pas le E. Je ne le prononce pas trop. Ma bolovzo ktir mih. Ou une pente. Tartez bien. L'kelme tete, hiye, un enfant. Un enfant, yani tofol. Un enfant. Choufou. Halla fi ktar menkoun, rah yitwaqafou. Ou li birakiz mih, rah yintibih ou yitfeja. Rah yiqoul, enno ana ilet enfant. Bas awal shi katabneha EN. وبعدين كتبناها ان. صحيح, لانه انا بالحلقات الماضيه قلت لكم انه ان فيني اكتبها ان, بس كمان تنكتب بعده وسائل تانية وهي وحده منهم الان. ان كمان بسمعها ان. من هيك انفان بدي احفظ انه بنكتب ان اف وبعدين ان وتي. انفان هي كلمه بتنكتب بهالطريقه. وبتعرفوا كيف تبطلوا تنسون ابدا؟ الطريقه الوحيده هي انه تكتبوها عده مرات. يعني لما تخلص حلقتنا ويكون عندكم وقت اكتبوا انفان عده مرات, هيك بتحفظوها. بس بدي تنتبهوا كثير كثير منيح اصدقائي على اللفظ. كثار من الناس بيسكروا تمهم بيقولوا انفان, وهذا الشيء مش مزبوط. اذا سمعتوا حدا قال هيك قولوا له لازم نفتح تمنا. ان انفان. انفان بس بفتح تمي على الفونيم ان. وبدي اعطيكم معلومه ثانيه انه ان فرونسي بنقول ان انفان بنقول اون انفان. يعني اذا عندي صبي مذكر مثل اللي شايفينه بالصوره بنقول له ان انفان, واذا كانت فتاه صغيره بنقول لها اون انفان. كمان الاثنين بيصلحوا ماسكولين اي فيمينا. انفان طفل. اما الكلمه الثالثه فهي كلمه كتبناها نحن. شو شايفين؟ ترمومتر.
أو ميزان حرارة، شو بيعطيني لو ترمومتر؟ بيعطيني أكيد لا تمبيراتور، يعني الدرجات الحرارة. منقول إذا كتير مسقع بتكون درجات الحرارة عالية أو واطية؟ كتير واطية، il fait froid tout le temps. La température est basse. أما إذا كان شوب، il fait chaud. La température est plus élevée، يعني أعلى. كل ما كان الرقم أكبر كل ما يعني شوب، وكل ما كان الرقم أصغر يعني كل ما كان برد. منقول la température. Température. طويلة شوي. نرجع من عيدها. La température. الحرارة. Température كتبتها avec EM لأنه j'ai la lettre P. Je continue. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة. L'avant-dernier mot. نحن شو شايفين؟ ناس. منقول شفت ناس. ناس منقول لهم les gens. Les gens يعني الناس. ودايما هيدي الكلمة elle est au pluriel. نقول j'ai vu des gens dans la rue، يعني شفت ناس على الطريق. j'ai vu des gens dans le salon، شفت ناس بالصالون. الأشخاص الناس اللي منشوفهم منقول لهم les gens. les gens بعد مرة gens. وأنا عندي la lettre G. كتار منكم أكيد تذكروا إنه G مع E بلفظوا ج. pour prononcer G شو لازم حط بيناتهم؟ la lettre U. bravo. مثل une guêpe، تتذكروا؟ une guêpe، حطيت G مع E تقدر ألفظ G، لأنه إذا عندي G مع E بلفظ J. les gens، ناس. أما آخر كلمة هي مزبوط ساعة، بس نحن ما أكيد ما عم نشوف لا مونتر، لأنه تعلمنا هيدي الكلمة، وبنعرف إنه مونتر كلمة رح تبدأ أكيد افيك لا لتر M. أنا شايفة M شي؟ لا. أنا شو شايفة أول حرف؟ T. le temps. le temps يعني الوقت. time بالإنجليش. le temps يعني الوقت. بس قول le temps. le temps passe vite. يعني الوقت يمر بسرعة. le temps. le temps. وكمان هيدي الكلمة تنطبق بالفرنسي على الطقس. quel temps fait-il aujourd'hui؟ quel temps fait-il؟ يعني كيف الطقس اليوم؟ كمان فيني استعملها إذا سمعتوها بهالجملة بتكون بتعني إنه كيف الطقس اليوم؟ il fait beau temps. il fait beau temps. beau يعني الطقس جميل. il fait mauvais temps يعني الطقس عاطل. بيكون في عندي tempête يعني عاصفة. temps وtemps تشبه شوي tempête، بس بدي إياكم تحفظوا شغلة وشغلة غريبة شوي. إنه le temps هي كلمة أكيد singulier يعني مفردة، بس بحط لها S ولازم أحفظ إنه بحط S. PS بالأخير ما بلفظهم. رح أرجع أقرأ لكم الكلمات كلهم، واليوم الكلمات شوي صعبين. أول كلمة كانت العاصفة. عاصفة. une tempête. حطيتوا الأكسنت سيركونفليكس؟ je continue. تاني كلمة كانت المنحدر. une pente. تالت كلمة الطفل. طفل. un enfant. وقلنا فينا نقول une enfant. الكلمة من بعدها هي la température. الحرارة. la température. الكلمة ما قبل الأخيرة الناس منقول لهم les gens. منحط لها اس عطول لانه عطول منقول لي جان. اما الكلمه الاخيره الوقت تايم منقول له ان فرونسي لو تان. وفينا نقول كمان il fait beau temps. احفظوا هيدي الجمله. il fait beau temps يعني الطقس جميل. il fait mauvais temps يعني الطقس عاطل. وفيكم كل يوم الصبح بس تقوموا لو ماتان تطلعوا وتشوفوا il fait beau temps و il fait mauvais temps. كتبتون أصدقائي؟ بتمنى أنه تكونوا لحقتون واستفدتوا كتير منيح. رح أترككم هلأ ترتاحوا بالفقرة الصغيرة، أرجع لقيكم وتابلو بالفقرة الأخيرة. La température. Le temps. La tempête.
les gens. Un enfant. Une pente. Dans cet exercice, mes amis, on nous demande de relier. طلبوا منا انه نوصل قالوا لنا رلي رلي يعني اوصل بدنا نوصل اكيد الكلمات بالفونيم عندي دو فونيم ان او ان ان او ام هن مثل بعضهم ان بسمعهم بذات الطريقه بس بكتبهم بطريقه مختلفه بدي اذكركم انه الاو ام بكتبهم بالكلمات دون لي نو افون بي اي بي بس كمان دون لي فيرب دون سيرتان فيرب يعني بالافعال في عندي افعال تنكتب ام قدام الام بس نحن بما انه عم نتعلم هلا كلمات بس علمتكم انه ام تنكتب قدام بس البي والبي وني دوفون دي نو كلمات اسماء يعني جاهزين اول كلمه اون تامبيت انا اكيد انا عم بسمع تامبيت بس اقولكم بدي احط ان او ام اكيد ام جو رلي وانا بحب اكيد دائما انه ترجعوا تكتبوها هيك بتشوفوها الكلمه كلها قدامكم une tempête يعني عاصفه les gens الناس ان برافو لانه في عندي اس وما تنسوا انه les gens على طول بحط لها اس الناس ثالث كلمه un enfant enfant في عندي اف donc en très bien enfant كلمة من بعدها une pente bravo en pente en لأنه عندي تي الكلمة ما قبل الأخيرة le temps em لأنه في عندي بي الوقت أما الكلمة الأخيرة une enveloppe يلي هي en تاخد en لأنه ما عندي فيها لا بي ولا بي bravo mes amis بدي اطلب منكم بعد هالاكزرسيس اللي كتير سهل ترجعوا كتير منيح تعدون بالبيت تكتبون كذا مره خصوصا انفان وخصوصا تامبيت وانفلوب كلمات شوي صعبين وما تنسوا ابدا تعدون فيكم تعلمون لاخواتكم الصغار هيك بيتعلمون معكم ببلشوا يحفظون من هلا اوفوار Je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier.